تسلموا طيبات والله طيبات. نضبط مقعدك كلها. اشربي مي. شو الغلاظة ولو؟ شو الغلاظة ولو؟ تعي لك يا بنتي تعي، اجت مي سخنة. طبليني طقت مية الراس. ديري بالك عليها ها؟ الله يوفقك. ايش بكون؟ هلا خذي المي وديري بالك على المخلوقة. طلع على شغلتك، شو هي أول مرة بولدها؟ هلا ما فينا نلتحق، البلد قايمة قاعدة. بعدين أنتو شو فارقة معكم؟ هربتوا من أول الأزمة وتزوجتوا بألمانيا. ايه اهلي كثير مناح، مروقين بالضيعة. لك أنا ما عم بقدر أتحرك بالحارة لحتى أطلع زورهم. ونادر نفس الشيء. خلص خلصيني بركي بهاليومين مرق لك الهويات وشنطاية الأواعي. شبك شوفي شو صاير شوفي الله لا يوفقك الحسبي حالك دكتورة حدا بيسحب ولد من ايديه نخزو حيقتل قتل كيف اشوف جماله لا تكفي ساعتها لما اروح اولادي روحي يلا حاولي علي حبيبي وبعدين شو حطونا على السيارة بس والله والله ما بدي اضربه للشرطي لو ما دفشني ما كنت ضربته وشلحته مسدسه كمان صحيح ليكو يعني ضارب زلمه
وشرطي ومشلح جهة أمنية؟ انك رح تنبسطين عنا بحيل. انت بس قولي سطوف وكل شيء بيحضر لواجبتي. انا الكل بالكل هون والكل بده رضاي. وعلى فكره انا صعب بحيل تعرضى. ما قلتي لاختي انت شكون تدرسين؟ ادب فرنسي. سافا. حلوه بس صعبه بحيل. كله دراسه. سافا جوتيم يعني. ما قلتي لي انت من وين؟ والله انت اللي ما قلت لي امتى بده يخلص هالتحقيق. عفوا ملكي ما كون عطلناكي دكتوره. اسمعي يا اختي بتروحي دغري بعدين يسار بعدين يمين بعدين يسار بعدين يمين بعدين يسار بعدين يمين بتفوتي بالنفق وبتسالي الكل بيدلك على الوحده السابعه. اهلا وسهلا. اهلا بطاقه البطاقه بطاقه قبل اي كلمه الهواوي. شو الهواوي؟ هاي الورقة وهاي الهوية. أنا واثق إنكم راح تنبسطون عنا بحيل. وأي شيء بدكن إياه بس قولوا سطوف. ترى أنت الكل بالكل هون والكل بده رضاك ترضى ما هي؟ ويابو أنت كثير صعب لحتى ترضى. ما قلتوا لي أنتوا شكون تدرسون؟ إيش بك خيو؟ أعطيني الهوية وأنا بعرف أدبر راسي يمين يسار يسار نفق بسأل هنيك بدلوني. هات الهوية. اعطيني يابو. يسلمه. يا ما قوية بحيل. مرحبا ويا نهار الخير. عجناها الطير. انت عيونك غير غير. انا جولييت. وانا روميو. بيدلعوني بيقولوا لي فردوس. اكيد حضرتك جديده هون وما لك عرفانه وين بدك تروحي صح؟ ايه انا جديده وما بعرف شيء. ايه خلص وصلتي. انت بس قولي لي وين فرزوكي وانا بعيوني بوصلك. بالسابعه. بالسابعه؟ اي ولا يمك بسيطه ليك السابعه ونعيتك اليمين. تفضلي. كاني شفتك عم تسقي ورد. إيه طبعا انا كل يوم بسقي هدول الوردات كله. عن جد؟ لك انا كثير بحب الورد، معلش انزل اسقيهم كل يوم معك. يعني بتخيل الموضوع صعب عليكي شوي بس رح احاول ساعدك. مرحبا. هاي. مرحبا خيت. شو بيربوا حيوانات أليفة هون؟ شو بيعرفني؟ يلا حباتي كل واحد تنقي كتا. تفضلوا. ناقصني عاهة تعري. اي انت. ما احكيك. هاد لإلي. عن جد؟ بس ما عم بشوف اسمك مكتوب عليه. اي ما مشكلة يا حبيبتي. هلق بس اخده بكتب لك اسمي الثلاثي عليه. منيح هيك؟ ايش بو هذا الفوقاني؟ ايش علته؟ أفينا يا حبيبة قلبي. بعدين انا بتقلب كثير انا ونايمة يعني بخاف اوقع. خيتو انا عندي فوبيا مرتفعات. ايش بو هذاك التخت؟ لا يعتبر مرتفعات فيكي تاخدي؟ لا والله ما رح اخد غير هالتخت. لكن هالبابوت عبالي اجربه. يعني اذا عجبك تجربه عجنابي. انا اللي قادر اجربه عجنابك. شو عم تحكي انت؟ شو هالمشكلة الكبيرة اللي عملتوها انت واخوك؟ يا 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 حدا بيعمل عملتكم انت وياه؟ حدا بيقدح الشرطي قتلي بنص الشارع؟ بيبعت لكم الهنا وجايبه لهون وجاي ليكون الشرطة حقكم. لك لا ما حدا شافنا، طب شو اعمل؟ حمار وما إله غيري، وانا ما إلي غيرك يا معلم. ماشي. تكرم ابو سمرة بس وينها؟ اوعك اخوك يعمل لها مشاكل بالصالون ها؟ لك لا ولا تفكر فيه ابدا، خلص على كفالتي. بونجور يا حلوين.
بونجورات مدام شكري، اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. كنت رايحه مشوار، قلت بمرق لعندكم شوي بركي نضحك لنا شوي. شعل لي لك شعل لي. يبعت لك عمة، شو عم تعمل انت؟ قوم 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 تتحاورا. هي اندحشت جنبي. انا اندحشت. حبيت يا الله شو موضوع، اتركوا سليم اتركوا. شفتي يا قلت لك اتركوا. انت الظريفة نادي، قوم اعمل كاسة عصير المدام، قوم. لا لا ما بدي شوي تانية. لا ما بصير مشان واجبك نادر، قوم. يا عم بتقول لك ما بدها، شو اجبر بدنا نشربها للمخلوقة. مخلوقة حبيت. أنا اللي حبيت. تخرب بيتك تتحورى إن شاء الله لك، بس بقى قوم. طيب لح قوم، بس مو كرمالك، كرمال القمر. إذا من أول السنة هيك شو تركته لآخر السنة؟ ها؟ هلق أنت شو حالك ولا ما تسبي؟ Oh my god I'm fed up. فير إيش شو؟ قب. Listen أنت وياها، I have graduation this year and I never failed وما رح أسقط هلا بس. ولي؟ ليش صوتك طالع ولي؟ الله لا يوفقك، مفكري حالك عم ترطني بالإنجليزية بعدي مفكري حالك مثقفة؟ ولك أنت مش مثقفة، أنت مفقسة. مس عبير أنا بس كنت عم سكتهم. إيه؟ من كان طالع صوته غيرك وليه؟ خرسي ولي انت وياها، خرسي وانت وانت قلقتوا راحتي، الله يقلق راحتكم ان شاء الله. معقولي؟ معقولي قلة هالادب؟ معقولي يا ربي؟ والله مش مصدقه يا ربي انه في قلة ادب لهالدرجه، يخرب بيتك انت وياها. معقولي قلة هالادب؟ معقولي؟ معقول هالوقاحه هالوقاحه معقولي؟ وانت وليه؟ ما تروح على غرفتي تضربي بهالراس، مفكري فرجي هون. العين سارة، خلص رق قلبي عليكي، تركت لك التخت. أعوذ بالله، ما حدا حينام علي غيرك. عم بقلك ما عاد بدي التخت، ناز قلبي منه. So what now؟ لقد تركته له السرير خيتو، ما حدا بينام على هذا التخت غير أنتي. شو على كيفك أنا؟ يا لعيونا شلون طلعوا شعراتك؟ خير العقل، شو رأيك زبط لك يوم مثلها؟ ها؟ يخرب بيتك بالحرق، شو عملت؟ والله تفركشت. عادي انه تفركش مو هيك مدام؟ لك انت لك عين تتصل كمان؟ لا بدي اسمع ولا بطيخ. اسمعني، مو انا اللي بنحكى معها هيك بنوبها. لك انا هيام بتعرف شو يعني هيام؟ لك انا بس على ساعتين ساعتين تنزل صورتي على الدولار. روح انقلع، فكر ما في وراي رجال يعني؟ ما بدي اسمع ولا كلمه، داخلي منك العمى. زعجني اختي. شو بدك؟ بدك البطاقه؟ لا وجهك بطاقة. بس لا تزعلي مني بخصوص تأخيرك بحيل بالليل. اختصر يعني كثر الكلام بخصوصي من بنات وحدة شي، وأنا خايف يوصل الخبر للمدير ونتبهدل.
تعشوي سطوف. يا عيونه، انت مين اللي حطك هون على هذا الباب؟ انتي اي، وما حدا بيشيلك من هون غيري انا. اوكي اوكي اوكي، تشاو سطوف. تشاو. قال خايف قال. جبت لك دجاجة يا أخضر. ليش؟ سمعت عم يقولوا بالتلفزيون إنه كتير كتير مفيد للبشرة هو والتفاح الأخضر، صحيح مدام الحكي؟ حط الفنجان من إيدك وبوشك على المطبخ يلا. ما بدي، بدي ضلك مش للفنجان. بعدين بدي وعد لشجارة هون، ما حلو مشان سبعة محل. نادر نادر، فوت لجوا عم أقول لك. مالي فايت، أنت خليك بشغلتك ولا بشغلتي. مو هيك مدام؟ نادر نادر، عم اقول لك فوت لجوا. سامر سامر، تعال عندي تعال عندي. لك يا سليم يا سليم، خليه واقف مشو مضايقك. لك ايه هذا حكينا، ان شاء الله بتقبريني بالزكاره. لك دشر ايدك معه عن شعراتها، خليها تشرب لها شوي، ما بيصير تشربهم باردين. عم فكر اعمل لك شوية زنجبيل مع كافور بركي بتهدي قطعينك. قولي على قطاطك. لا خلينا على الشاي هلا. قولك لا والله انا بشربك بايدي. ان شاء الله بيغرمي اشفاف. هلا 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 بتاخذوا وبتطلعوا من الصالون، فهمت؟ هلا وبوس ايدك يا سليم، وبوس ايدك. طول بالك مشان الله. على شو بتطول بالي؟ على شو بتطول بالك؟ شايفه شو عم يعمل؟ لك مدام شكري، مدام شكري، انت بتعرفني شو اسمها؟ لك والله بيسكر لي الصالون بيخرب لي بيتي، انا ما بدي اخرب بيتي. لك والله بعرف حمار وغلط. هلا انا بحكي معه مشان الله. مو هو الحمار، الحمار اللي خلاكم تشتغلوا هون عنده بالصالون. لك يا عيني، هون غير كل شيء عرفتي برا. يعني هون في انظمه وفي قوانين بدك تمشي عليها. هو صحيح انا ماني ماشي عليها، بس انتو ضروري تمشوا عليها. كيف يعني؟ يعني يا عيني بدك تكوني لبوه، لانهم بياكلوكي وبيستاكلوكي. طبعا انا مو بس عم بحكي عن الشباب وعن البنات كمان. اي ليه؟ بس ما كانوا يقولوا لنا هيك. ها انا هلا عم اقول لك، يعني بدك تديري بالك لبين ما يطلع لك شويه ريشات بتعرفي تطيري. طيب يسلموا هيام، وين الحمامات هون؟ من هوني. يسلموا. هلا حياتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. فيني فوت؟ وين بدك تفوتي؟ لجوا، قالوا لي هي غرفتي. قصدك غرفتنا. انت شو اسمك يا حلوة؟ فدوى. فدوى فديت تشقاني. الحقيني يا فدوى، فوتي وراي. حياتي السرير الفوقاني هو اللي لك، لانه انا ما فيني استغني عن تحتاني ابدا. استقبل في ضيوفي بتعرفي. حاضر. حياتي بس نتفق على شغلي بالاول. بعرفانك لازم تغيريه لانه بيلاقي على النفس. لك سكري لي هالباب شوي لك. لك سكري الباب شبك. حاضر. انت لازم تفضي الغرفه 3 ايام بالاسبوع، لان انا عندي شويه خصوصيات ما فيني ابدا اني استغني عنها. حرام يضلوا مشندلين. صدقيني يا مدام ما في غير هالطريقة لحتى نخلص. بقصد لحتى نخلصهم من العسكرية ويسافر. مستحيل مستحيل. انت يا سليم افكارك جهنمية، مستحيل. واتركي القصة كلها علي. ها انا بجهز لك يا هون، بتشوفيهم على كيف كيف. انا موافقة، بس على شرط بدي اتفرج. اي خلاص انا بجهزهم وبأرجيك اياهم. يا الله شو بدنا نضحك. رح نضحك كثير. موافقين؟ تشاو. هاي هي الشوز ان هاوس يو. تشاو. اوكي هلا هيك بصير الدور. سبت نغم، الاحد جولييت، تنين انا، اند تيوزداي از فور سارا. اوكي شو حاله سارا؟ نوثينغ هوني. عم اقول انه الثلاثه دورك بالتنظيف وتجيب الاغراض للغرفه. اوكي اند ذا ريست اوف ذا ويك بنتعاون كلنا سوا تنجيب الاغراض. anyway هلا قولي انت شو موقفكم من وقت ما جيتي؟ اون ساتردي
بعدي تشوف. ايه حاجة شحر ابنك لها تخلفة. خليكي مع روميو تاعي. يعني يا عيني بدك تكوني لبوي لأنهم بياكلوكي وبيستأكلوكي. طبعاً كلامي مو بس عن الشباب وعن البنات هون كمان. لمين هالتياب المبهدلات؟ احترمي حالك، أغراضي مانن مبهدلين وهدول إلي. عندك مشكلة؟ احترم حالي؟ لشو عملت لحتى احترم حالي؟ ما عندي مشكلة بعدين، بس ما قلتي إلك زميلي وبدها تضب أغراضها معي؟ ما دخلني، دبري راسك. دبروا لراسي؟ ايه تكرمي، تفرجي كيف رح دبروا لراسي. ها؟ وها؟ شرفة انا بفرجيكي. هي تعي لهون. ويت 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 سامر، انت موافق على الشيء اللي احنا عامله؟ لك ليش طالع بايدي ما وافق؟ مو كله من تحت راسك. بشرفي لو ما وصلتني فيك امي بحياتك ما بتشوفها لجلدة وشي. على فكرة أمك وصتك فيني مو لأنك أنت ذكي، لأنه أنا جحش. مشان هيك الشغلة اللي بدنا نعملها بكرة ما فيها مياعة وأكل هوا. إذا انكشفنا من تختخ بالحبوس شو ما بقلك بتعمل، فهمان؟ تضرب شو غبي. يسعد لي صباحك. زلي نشرب متي. صباح الخير. انا بورجيك. ابو شرفك انت واقفه مقربي هون من مباري. هلا فقت بعدين انت شو دخلك؟ كيف قادره تصيه لهالخلق من الصبح؟ انا بحب مين ما بدي وبكره مين ما بدي. شوفي ما في شيء، حلقه صغيره. خير يا صبايا؟ شوفي فوتي. تشا هاي هي الشوز ان هاوس. يو
على راسي مدام تأمري أمر ولو بدي شغلة محرزة. إيه ليكن عندي الصبايا. إيه على راسي رح زبطن أحلى تصبيط. ما تاكلي هم بنوم. بتضحك. إيه مدام ولا يهمك. خلص إن شاء الله. اتركي الباقي علي. إيه. سلمي لي على السيد شكري كثير السلام. على راسي مدام. تأمري أمر. طيب مدام ماشي على راسي بالحفظ وصون ان شاء الله. الله معك. مع السلامه. مع السلامه. باي 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 باي. 1 2 3. ابد. مرحبا يا ابني. الله يرضى عليك. اعطيني عبير. ها انت عبير. عبير عم تضحكي. لك شو بكي يا خيتي؟ عم بمزح معك انا يا اخي. ايش بدي اقول لك عبير؟ هلا راح ابعث لك بنات تنتين هدول من طرفي بتركزي لي اياهم وبتظبطيهم وبتحطيهم بالقسم الخاص، ماشي؟ وبتعطيهم سرير بغرفتين. لك لا. غرفه بسريرين، على فكره في وحده منهم يمكن ما يسعها سرير. ايه ماشي دلليهم. ها؟ الله يرضى عليك. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا خيتي. الله معك. مع السلامه. يا سلام. مين فيكم ندى؟ نانا ندى. وأنا سمر. تمام. أنت من شكلك كأنك بتلعب شيء. مطالعة ومصارعة. شلون؟ بتطالعي وبتصارعي؟ أحياناً. وأنت؟ أنا أيروبيك. أيرو شو؟ بيك. شدي حيلك ما بدي ما ياها هون. هلا بتروحوا بوشكم على الوحدة السابعة لعند المشرفة عبير، ماشي؟ ويا ويلكم إذا بتروحوا هيك ولا هيك. شايفكم. أعوذ بالله. مسكي. مسي. مسكي. شكرا. يلا بشي. يلا. شدوا حيلكم. بتحرك انت وياها. يلا. باي باي. أبو سعود؟ لك عبدو. لك هذا عبدو اللي كان يشتغل سمان تحت بيت اهلك. ليش قاعدين بالحاره؟ لك وصل له 6 شهور غايب. اكيد اكيد متذكر جاي قبلنا لهون يخلنيته. شو طالع ضرب؟ شايفه وجوه جديده عنا. ايه نحن طلاب جدد هون. يا ميت اهلا وسهلا. انا نانا. ندى. وانا سمر. يا اهلا وسهلا. بس لحظه شوي لو سمحتوا. تعي لهون وليه؟ انت ما بدك تصيني لسانك؟ لك يا ام والله ما دخلني انا ما حكيت شيء. بس سيبتي حالك. ليكي وليه؟ إذا بعد بسمع عن لسانك علي أي كلمة هيك ولا هيك أو جيبي سيرة كرامتي بالعاطل لحتى لدفك شاف شاف. روحي لي وليه؟ كرامتك محفوظة. كرامتك محفوظة. ما تأخذوني. كيف حما؟ وين كنا؟ ولا قلكم؟ ليش هون؟ تعالوا نفوت على غرفتي. ما حلو وقفتنا هون بالكوريدور. لا 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 مرة تانية. تعبانين شوي بدنا نرتاح. لا حرام مو تعبانين معصبين. مرة تانية. لك ايش واخذتكم على السبق انا؟ بدي اقوم بواجبكم. ان شاء الله بتقبريني. شو صاحبة واجب؟ توقفشيني. يلا تفضلوا تفضلوا يا سبايا. تفضلوا. لك شو بلا اهلا وسهلا فيكم يا ميت. اهلا وسهلا. انا اسمي هيام وبيسموني هون طبعا سلطانة هيام. شرفنا. حياتي. ارتاحوا شوي لبين ما غير ثيابي ونشرب قهوة. لا منروح ومنرجع. لك شو على كيفك انت وياها؟ انا ما حدا بيفوت لعندي لما بيطلع بالضيافه. لك شو بكون؟ بوس ايدك. طلع لك عمل لك عادي انت وياها. لعما شو صار لكم بس لبدل ثيابي يا قلوم. خلينا نهرب. بعد شوي. على فكرة ما عندك فكرة أنا ماني شاب عسامي أبدا مثل ما بيحكوا عني. أنا سوبر عسامي. يعني بشتغل وبدرس وماني محتاج حدا والحمد لله. سعي أنتي من وين؟ أنا من حمص. بيرفكت. مو من حمص. من حمص يعني من ضيعة قريبة من حمص. صحة 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 صحة. شو حبيبي؟
داعة جم أمس. شو عم يعملوا هنيك؟ لا يكونوا لا يروح فكرك لبعيد. هلا أنا قلت إنه بترك إخواتي وبيجي لهون، منه باخذ راحتي وبدرس. ممتاز. منه بشرب منت. صحة وألف أنا. سارة نغم. يعني you have to know the rules here. هيت. بما إنكم ما في أسمع rules عري إذا بتريدي. Come on you have to know. خلاص بدي لبوزك. شوفوا لي هالجدبة، مفكرة حالة قاعدة في البحر على رأس البصيب. Go there. جيبك حبيبتي انقهرتي وبرمتي بوزك، يعني مو مبينين غيرانين من جمالك المتناهي فيما وراء الأفق؟ يا أصلا ما بيهمني. إيه بعرف ما بيهمك، خلينا نكمل، وين وزلنا بحديثنا؟ عالسكر. شبك انت وياها ليك عرقانين؟ جيب لكم مروحة؟ كلينكس نمسح عرقنا. لا 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 ما في داعي، بس شوي شوي عندك بالغرفة. ما علينا، بأنو غرفة حطوكم؟ 129. ايوة معناها واسطتكم تقيلة يا درسانين، في عملة ما هيك؟ الحمد لله. طيب حكولي حكولي كيف زبطتوها؟ بالله حكولي مين زبط لكم اياها؟ خاله هو رفيقه لمدير السكن وحكى لنا معه. ايوه معناها هلا صار عندي واسطه ثقيله انا. صار عندك احلى واسطه تكرم عينك. انا بحكي لك مع المدير. لك لا شو المدير، انا ما قصدي المدير، انا قصدي عن خالك، يعني خالك هو المحرز. تعالوا لشوف حكولي شو قصتكم؟ بصراحه نحن مطلوبين. أنا قصة. لك قصتكم يعني شو جايين تدرسوا؟ من وين جايين؟ هيك تعرف عليكم أكثر. أنا آداب. أنا بدرس حقوق. حلو كثير الحقوق، برافو عليكي. صبايا مو معقول شكلنا كثير رح نصير رفقات، نحن حبيتكم كثير أنا. لسه ما شفت شيء، رح ورجيكي كل شيء، بس ينعن هالحظ. يلا خلينا نمشي. أنا كتير حساسة، أي شيء بيبكيني، وبحياتي ما كرهت حدا، ما بحب الكذب أبداً، بس ما بعرف ليش هيك الناس روح قلبها تكذب. فولة. نعم؟ فولة وانقسمت نصين يا عمري. يعني توارد الأفكار اللي بيناتنا مانو طبيعي بنوب. أنا مثلك تماماً، بكره الكذب وما بحبه بنوب، بس أحياناً بضطر أكذب. بس شوفي كذب ابيض ما بيأذي حدا بنوم. اذا هيك معلش. ولي عن جد ولي، على لحظه كنت خلصت بس كمشت حالي. ايه بلاها رجوليتك، هلا بدك تنسالي اياه كله لهذا الكلام، فهمان؟ انا ما دخلني، انت السبب، انت خليتني نجي لهون. ليش في عنا حل ثاني قدامنا؟ مو كله من تحت راسك وبسببك وبسبب بلاويك. ليك لا تيجي تبارد علي، انت خليتنا نجي لهون. اجيك مجيد. حطها حطها، كنت احلى. تشربي متي؟ اشرب. لا سبتلي. او ماي جاد جوليت، انت ليه ما رحت على صفك؟ قلت لسه السنه باولها. وات؟ وانت شو دخلك؟ نو واي، هيدا التفكير مش صح. بعدين اتس نوت نايس قعدتك هون، يو نو بكره بصير يطلع حكي بلا 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 بلا. ليش انا شو عم بعمل؟ هني الناس إلها بالظاهر. بالظاهر؟ والله يا هني الظاهر بس علي، شوفي هالشوفة. What the oh my god، جايبين لي شباب الفوية كلها لعندي. No way unbearable no way. لا تطولي، خمس عم يستنى. لا خمس دقائق تكون عندك. خمس دقائق خمس دقائق. انت ايش بعدك عم بتسوي هون؟ فراديس امشي معي. الشباب هيك شباب، معقولة النكتة؟ شباب اسمعوا لي النكتة. قال في خسة شافت خسة تعبانة، قالت لها شبك، قالت لها ما خسة. هدي هدي احط اياهم عندك على التخت. You're driving me crazy. جايبين لي ثلاث شباب تحت الدورمز لعندي، بدكم تفضحوني؟
انت ايش دخلك؟ Are you insane? We're living together. يعني بس بدي يطلع الحكي ما رح يطلع على وحده فيكم، حيطلع علينا كلنا. بدك تنتبهي منيح حبيبتي وتفتحي لي عينك هالقد. انا من هلق صرت محسوبه على الوسط الفني، واذا جماعه الوسط الفني عرفوا انه في عنصر من عناصر ما ينهان بيجي رئيس الفنانين بيترك السينما وبينزل لعنا على المدينه الجامعي بشقك بالنص. ما تسمعي هي اذا ما كنت انا شاقتك فانتبهي. او ماي جاد، ما عم تفهموا؟ خيطه سراب، انت ايش مشكلتك؟ لك انتوا رح تجننوني، رح تفضحوني، ما بتفهموا؟ انا ما بفهم؟ طلعي، رايح احكي كلمتين. انا ما بحب حدا يتدخل فيني ولا يلي ايش اساوي ايش ما اساوي. عجبك عجبك، ما عجبك تنقلي من الغرفه كلياتها، واذا ما بتعرفي مين نغم سالي عني فوق القلعه وتحت القلعه. سوري ما سمعتك، كريب بيت. سوري لبناني حلبي ما بفهم. اي خلاص طولوا بالكم، لسه ما انا مستاهله فيكم تقضوا خناق. طلعي كيف عامله حالها علينا مرشفه اجتماعيه؟ داشها بالنصها؟ استغفر الله على هالنهار اللي ما بده يخلص. حبيباتي انا احلى هاي ولا هاي؟ اسفين. الله لا يوفقك، شو عملت فينا؟ انا ايه الاملي بالعايده؟ حاج تتبكبك وام البيت في زون تضرب على هالمنظر. ام البيت انت؟ لك انا قايم كل شيء، بس حضرتك ما خليتني اطلع لفوق. والله اذا بتطلع لفوق لو لامك. مين؟ مين؟ يلا يلا ثواني جاي. قولي ما تنظبي بغرفتك قولي. يلا جايين؟ شلون شفتوا لي هالغرفة؟ منيحة ماشي حالها. شو هذا ماشي حالها؟ ولك هاي غرفة بيسكن فيها 7 8 19 شخص، بتقولي لي معقولة؟ شو يقي؟ معقولة؟ ليش كل هالمكياجات؟ يعني بتعرفي بنات وبدنا نظبط حالنا. فينا معجبين كتير 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 برا. أني يعني بصراحة مش مصدقة، مش مصدقة. معقولة فيها الجمال يا ربي؟ معقولة يا ربي هالجمال؟ معقولة؟ والله مش مصدقة. معقولة هالجمال؟ ولك يكبرني جمالك أنت، أنت وياها. والله يا ربي مش مصدقة يا الله. معقولة هالجمال؟ معقولة؟ إسا بهاي اللحظة اللي أنا فيها ذكرتوني بشبابي، هيك كنت مثلكم، هيك يقولوا عني إني أنا جمالي من النوع النادر الأخاذ النفيس. أنا بصراحة حبيتكم من نص قلبي، من كل قلبي حبيتكم. شو ما بدكم اطلبوا، متي في ريسيفر، في ميكروويف، راوتر، شو ما بدكم اطلبوا. بس يعني هدول كلهم بتوزعون ببلاش؟ يا اخي بلاش، افيش اشي ببلاش ولي، افيش اشي ببلاش انت وياها غير العمى والفراش. طلب منك الى العمى بقلبكم. هلا وقفت على الدفع الي ساعة انا عم بمدحكم واتغزل فيكم، لما قلنا لكم بدكم تدفعوا صرتوا بدكم انت وين اخذتيني يا خيبي؟ وين اخذتيني يا خيبي؟ مشاكل ما بدي، بتحكي كلمتين على السريع. دايق خلي انا، ها اترك لي هالنص وخليك معي دقيقه. بدك تظبط لي الترتيب ولا لا؟ لو انت عندك هم السؤال مخرج بالعالم ايش بده؟ اخي 10 20 30 40 قولي بتقولي بقى فرد مره خيو. هاي بس ممثلين كبار، انت حقك نص فرانك، شغلتك مشهد وقطعه. وطي صوتك فضحتنا قدامك. ان شاء الله ربع مشهد بس مطبقه جديده المخلوقه، لا تخجلني.
ايوه فهمت عليك، خلاص موضوع عندي. بس والله هي الدرب اللي هو منين انك عشتيه؟ بعجبك انا ابو البيت، بعجبك اسمعها النكته. قالت لي خسه، شافت خسه تعبانه، قالت لها شبك، قالت لها ما خسيك. يلا يا احمد جاهزين للتصوير؟ يلا 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 استوذ. اسود زي جاهزين؟ خلصونا بقى. يلا حقوا علينا. مصور جاهز؟ مساعد مصور، الضوء، صوت، خمسه، اربعه، ثلاثه ونص، اكشن. حبيبتي انا حضل حبك وانا ميت وانا وعايش. يعني خلاص رح تروح؟ الوطن ناداني ولازم لبي النداء. حبك وليه؟ انا اللي بحبك. رح اشتاق لك. ايلي قولها مره ثانيه. شو حالي؟ رح اشتاق لك. عيني ربك، انا اللي حاشتاق لك والله. ليكي وليه؟ انا حضل حبك هلا وبعد ما استشهد. ليش انت قررت استشهد؟ لك ما قررت والله بعرف، بس يعني حسب الفرز. يعني ابقى فيه اشوفك؟ ابقى فيه المس خدك؟ امسك شيباتك، عيني شيباتك، ابقى فيه اشوفه الهدى؟ هالفستقة، عيني هالفستقة، ابقى فيني اشوفها؟ عيني. لك شو حالك؟ بقول لك الوطن ناداني، افينا من لبي نداء الوطن؟ اي والله الوطن افينا من لبي نداءه. أفينا 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 أفينا. هلق بدك شيء؟ أنا لازم التحق بالقطعة. لا يا يزن لا تروح. الله معك يا غالي، الله معك يا حبيبي يزن. يا غالي، حتى انت اخذوك على الجيش؟ الله معك يا يزن السيد، بعرف عمين بدنا نتفرج غيرك. يا اختي هذا طبع كمان بالانسان ما فيه يتغير، يعني مثلا انا ما بحب الرجال غير اخلاقه، ما بيهمني فيه ابدا شيء الا اخلاقه. اهلا وسهلا، تفضلوا. لك اهلين بالامان سارة. حلو الفستان. بتعرفي كل ما نجتمع هي الجمعة بحس حالي انا فعلا السلطانة هويا وانتي السلطانة خديجة وهدول الجواري تبعوتنا. لك يا اهلا وسهلا. هاي تعوا تعوا حبوباتي، تعوا حدي هون. بعرفكم زميلاتنا الجداد. نانا ندى. وانا سمر. حتى ايش اهل المناظر هي؟ هاي نكسو حلوه بتشبه ابو خالد كل جاي. هلا هيك كيف لما كثير الله كيف بخوفوا. Is she nice؟ نانا. No, your relative. Is she nice؟ نانا. No, I mean قصدي يعني انا اللي بشبهها. Is she nice؟ نانا ندى. Congratulations. Yeah, okay. ندى وسمر من عظام الرقبة، يعني أي اعتداء عليهم يعتبر اعتداء علي أنا شخصيا. دقبري قلبي يا هيومي، شو روحك حلوة. يلا يا بنات شغلوا لي هالبروجرام من أوله. No wait a second, what about Miss عبير؟ ما تعطى لهم حياتي مخبرتها. Good for you. خذوا راحتكم. يلا فدوى شغلي لي الأغاني من عنديك. اشيب
لبرا ليش طلعت لبرا؟ لك طلعت ريت بدي تعمم بتقوم تفوت القصه معنا فيها؟ مين شافك من البنات؟ هي الحماره اللي اسمها فدوي يخرب بيت على صوت. والله انا بقول انه تتصلوا بجهاز الامن هو اعلم بهيك اموره بحلها. لا 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 طولوا بالكم بلكي هالبنات ما طلع عندهم حدا منهم نفضحهم على الفاضي. لك شفتوا بعيني فات لعندهم. يعني ايش نساوي يعني؟ ايش بعرف؟ احسن شيء اتصل مدير السكن. انتوا اسا كل وحدة فيكم بتروح على غرفتها شوفي عندها مقلاية كبجاية ملعقة سكينة اي شيء بينفع يكون سلاح جيبوا تلحقني. يلا انتشروا يلا بسرعة. مصيبة كبيرة. لك شو بغطتك؟ لك ليه ما عم يزبط معك شيء؟ لك تربطت إيدي. لك يلا لك فارسك شو؟ لك وينهم؟ مطلعهم شو الله عملتهم؟ للأمن. شو عم تعذبوا حالكن على الفاضي؟ والله عم تحكي مزبوط يا اخت ساره. اي والله مندق للأمن. اي والله تفضل يلا يلا دق هذا الموبايل. هاي باكيت. اي والله يلا خلصنا يعني. ايش يا رقمي كمان خلص ولك دق للأمن خلصنا. والله دقي له ما معي رصيد. والله خالص رصيدي. دق دق دق. حاضر حاضر. ما انا ليش موجوده للخساره؟ سلام قولا من رب الرحيم. خير شوفي شو صاير؟ في عندك جوا ولي؟ عم تقول لك مين في عندك وليه؟ مين يعني؟ ما في حدا، ندى بس. والرجال اللي دخل لعندكم على الغرفة؟ والرجال اللي دخلوا ليك؟ شو؟ رجال؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. أنو رجال؟ الرجال يلي ظهر من الحمام لعندكم. أنت شو عم تحكي؟ عيب عليك هالحكي، عيب. إيه فدوى شافته بعيونها. يبلع عيونها بالقلع إن شاء الله، يا عيب شو ما عليكي؟ عم تتبلي علينا؟ لك والله والله العظيم ما عم بتبلى عليكم. والله شفته بعيوني فات لعندهم. شو بدك بوزيك؟
انتم مصدقين لهالكذابه؟ تفضلوا تفضلوا شوفوا بعينكم الرجال اللي عندنا جوا. وليش ما فتحتوش الباب بسرعه وليه؟ عم بتقلك ليه ما فتحتي بسرعه وليه؟ يا رب كنا عم نصلي عم نصلي قيام الليل على نية النجاح هاي السنة. بعد إذنك يا آنسي بدنا نفوت نفتش الغرفة. تفضل. تحياتي لله والصلوات الطيبة والسلام على الله يبارك. أكدتوا؟ أكدتوا شفتوا بعينكم إنه ما عندنا حدا؟ الله يسامحكم. عم تطعنوا بشرف لو عرفت. مشي مشي مشي. أخ منكم أخ. أنا قلت لهم إنه ما بيعملوها بس ما صدقوني. ساعة عزة والشحارة عليك ما تخيلي جار عنا بالسكن ما هيك؟ لك عم قلت لكم والله العظيم شفتوا بعيني إياه. وليه شكرا؟ أنا حتى هيك بعيني وليه؟ وليه كذابة وليه؟ تقيت منك انا تقيت مني انت اسكت بدك تقولي ولا بيها خلص ما تكلمي تقيت منك تصدقوني انا شفته بعيني فاكر مش مصدقه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين اللهم رد كيدهم في نحرهم يا رب العالمين معليش يا اختي ما تبكي يمكن احنا ما لازم نكون محترمين مع هيك او بهش مشان الله ما تبكي مشان الله ما تبكي عم تتبلينا وليه؟ عم تتبلينا يا بنت الكلب انا بورجيك بينزلوا لك صورك بكره في صفحات الدراما وبيحطوا لك كثير اعجبني كثير كثير حلو يعني ابدا يعني هيك لوز هيك لوز هيك لوز هيك لوز هيك لوز اوكي بعدين هي بتاخذ لي اياها عمه كلها يا عمي استاذ لك يا روحي اعتبريها مسك زبون بعدين انا حكيت لك معه قال لي حيزود لك كم سطر على كم جمله امورك بخير البنت اللي اخذت دور الجرسون كمان بتفوت من هون حاضر استاذ وينو هي البنت اللي بده يعمل دور جارسوني؟ يلا صار يلا من هدول بدي أبدا تدخيلك تفضلي استاذة تفضلي يا أستاذ تفضلي تفضلي استاذة تفضلي ايه اسمعي يا أستاذ هلا قدتي ما بصير يحكي لبين ما نحن بقول خمسة لسه مو بس خمسة بيجي بعد الخمسة أربعة بعدين ثلاثة بعدين اثنين بس بقول أكشم أنت ببلش بيجي من هنيك جايب معه سينية القهوة بحطها للأسود الممثلين بعدين بروح بتفقد الطاولة اللي بعده إيه بس كأنه أستاذ أنت منك قريان مزبوط ما هيك؟ شرفتك إيش في ليش إيش مكتوب؟ إيه مكتوب إنه بروح بيجي بسألهم يعني شو بتحبوا تشربوا فبعدين بروح بجيبه وبيجي بحط لهم إياها لالو ولا ما عنده خبر إنه هيك خلاص انت اعملي ونحن مثل ما بقول له واتركي الباقي علينا يلا هلا معه استاذ ما بواخذنا بس مش شون يعني تاخير تعرف ممثلات جداد خيو هاي لقطه استاذ بده باخذه انت ولا شيء طيب انا هلق والاستاذ التوني هي واحد ما عندي تعدي الطريق معلش ما بواخذ حبك يا جولييتي يتغلغل في شراييني ويجعلني رواء نعم رواء وطاير وبيرفكت دخيل جمالك يا بيبي انت يقبشني انا عاملين لي سيران الشباب مناغصهم غير مشاوي استاذ وبندوره وبصل وكاس عرق استاذ وبده موالح دوار القمر انت ومعي ما تخافي عندك ولاك ولاك وقف يا ولد وقف يا ولد وقف على حيلك وقف وقف على حيلك وقف وقف مالك ولاك وانت وليه قلت وجدان لك الحق مو عليكي
الحق على هذا البغل يلي معدك معه. انت من انهي وحده؟ سبعه استاذ. هي سبعه؟ لك اخ منكم انتم بنات السبعه اخ. انقلعي على غرفتك لشوف. لك انقلعي على غرفتك. غرفتك يلا. وانت بلا وانت لا يا حيا حبيبي. نعم استاذ. لك ما بدك تبطل هالشغلات هي؟ لك انت ما تسعي على حالك؟ اسمعوا لا بتلملم لي هاي الشغلات وبتسبقني على المكتب. ماشي؟ حاضر. قلة أدب وجدان. سمعنا؟ شرف استاذ شرف. شرف. تفضل. اثنين لو اكشن. لازم تعرفي انه انا في خطوط حمراء بحياتي ممنوع حدا يتخطاها. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا نورتونا. تفضلوا تفضلوا. ما شاء الله واحلاك. ستوب. شو هاد يا احمد؟ لك شو هاد؟ مين قال لك تحكي هالحكي هاد؟ شو هالمسخره هاي؟ لو ما حدا قال له يا استاذ هي لحاله حكيت. ولك يا انسه انت بتحكي الحكي اللي بنقلك عليه وبس. لو انا مو قلت له بتحطي سنيه القهوه وبتروحي؟ ايه بلا مزبوط. بس يعني استاذ انا قلت لحالي بغير لي الجو شوي حسيت مالين. معلش ما بواخذنا هالمره غير مره. يلا روحي يلا حطي خدي القهوه وروحي يلا. حاضر حاضر. انا شو بيعرفني لا تواخذينا. حقه على راسنا ما بواخذنا استاذ. يلا خلصونا بقى خلصونا. طول بالو عصبت استاذ. يلا يا عوده لو اكشن. لازم تعرفي انه انا في خطوط حمراء بحياتي ممنوع حدا يتخطاها. اهلا وسهلا فيكم اليوم. شو بتحبوا نشربكم؟ في عنا شاي. شو هاد يا احمد؟ مين اللي حكى وراه؟ اوسفين استوز ما بيعرف. ما بيصير يا بنتي ما بيصير تحكي اثناء المشهد. شو هاد؟ طول بالو استوز اللي عم يضرب اياد من وين جاب لنا هي. لو اعمل لي مثل ما بقول له ما بواخذنا استوز ما بواخذنا. خلصونا بقى خلصونا. شو المسخره؟ طول بالو. يلا يلا روحي من الاول من الاول. يلا اسفي اسفي اسفي. يلا الله معه. يلا يا عوده خمسه اربعه ثلاثه اثنين لو اكشن. لازم تعرفي انه انا في خطوط حمراء بحياتي ممنوع اي حدا يتخطاه. يعني على سبيل المثال الموبايل ممنوع تقربي عليه. لسه بتنطي على الموبايل. شو استخدمه؟ لك انت شو عم تساوي؟ والله ما ساوي مثل ما قال لي هاد. وشو قال لك هاد؟ قال لي بتروحي بتجيبي الصينيه بتحطيها عند الممثلين وبتجي بتبسمري هون. هيني متبسمري. اي لا هي اسمها مسخره. احمد انا ما عاد بدي قهوه طالعه برات المشهد. ابن ناقص منك ومن مشهدك حبيبي. خو لك شو هاد؟ قلعوها برات اللوكاشن. ما حد بدي اشوف وشها. جيبوا اي وحده بدالها اي وحده. ليش عم تتموجع على الفيتي الاستاذه؟ قولي بالك انا بحلها. كله منك. كثر الزهر طلع جمال واطي. جولييت اي تولد يو فروم ذا بيجينينج فردوس واحد كذاب وملعب. التصوير وكتوا لها مي باردة. يور كيدينج كيدينج. هوا انت وليه؟ لعبها موقعي. رخي لي دمك شوي. مو كل هالقد. نادر سامر انا نسيت ولعيه مكسبات. مين؟ مين؟ هاي كيفك؟ هاي هاي حياتي. هاي اشتكي لك اشتكي لك اشتكي لك. حياتي ما بدي فوت انا نازله على السوق. قلت لحالي بلكي بتنزلوا معي. يعني بتعرفوني على هذا خالكم بيكون هلا فاضي. يا الله يا ريت فينا. بس تعرفي يعني جامعه ودروس وهيك فما بنقدر. مره ثانيه لك يا حياتي. انا كم مره قلت لك الدراسه هالايام ما بتطعمي خبز. ما علينا. اليوم انا عزمتكم على سهره انتو وكل البنات. سهره بتجنن. واو يا ريت فينا. بس يعني لا بس ولا مس. بدك تروحي يعني بدك تروحي انت وياها. اوكي طلع بتجنني. ميرسي حياتي كلك ذوق بعرف. يلا باي باي. باي 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 يا حبيبتي. باي 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 يا سهره. الليله بدنا نولعها وحده بدنا نترقى. خلص خلص منا. صدقيني انا ما كنت بدي اقول لك بس الزلمه فضحك. لك نشر عرضك. تخيلي صار يقلد كل شيء عملتيه. لا والانكا من هيك صار اوفر قدام كل الناس بالكافيه. خدي على ضحك. والمهم حضرتك شو عملتي؟
يعني أنا شو طالع بإيدي ساوي؟ بس ليكي أنا ما ضحكت معهم ها؟ إذا بدك فيكي تسأليهم. كتر خيرك والله، كتر خيرها ما هيك؟ ما غاظك غير اللي بلغك. وينه هالكلب؟ عند صطفوا معهم فردوس. الله لقل عم بيك يا إياد. سارة ويت، وير يو جوين؟ رايحة أمسح في الأراضي لهالفدان. ويت حيوان. جولييت؟ لك جولييت قومي خيته قومي، اجت عيدها أجريها قومي، بركي تخلصي من هذا الإقباط اللي اسمه فردوس. لك قومي. نو تعالي بسرعة. فني سارة مخطوبة وغصب يا فلان. خطباني ورضا تاني. يذبحوني نصيحة الله. شو حالك جبنتي ولي؟ معدت كثير عم توجعني، بدي روح الحمام. تعي لهون، ما وقت جهازك العظمي، بتسدي بوزك وشو بحكي بتحكي، ما تفهمي؟ حاضر. حقينة. خميس الجاي زفتها وتريد تشوفك فلان. يا باطل، بارك من رضا. اياد؟ يا فردوس؟ هيا جو ربيعاتكم، يلا. يلا ويما لحب يما. صباح وحبيبتي. ان شاء الله بيقبرني الجمال ولك دخيل الله الرايق انا. ايه ما انا لاني رايقه جيت اشوفك وروق اكثر. فو عليك يا واطي، فو عليك يا واطي. قاعد بتلتلت علي قدام العالم كله ما هيك؟ قاعد بتلتلت عليها قدام العالم كله ما هيك؟ انت شو حالك ما تحكي مع حد؟ تفي على الكرت تبعك. فو عليك يا واطي. فكرتك رجعت طلعت كر مثل ما قالت لي ساره. ساره شبك فهميني شو صار لك؟ حبيبتي جولييت طولي بالك وخليكي رواق. طولوا بالكم يا جماعه، يعني ما بشي محرز لحتى تتلفين عليه، كل شيء بالرواق بيصير اختي. ليش هذا خلى فيها رواق؟ قاعد ما يلتلت عليه قدام العالم كله عاملني مسخره ومضحكه. اي تو كان يحكي عليكي وموتنا من الضحك، قلبنا على ظهرنا. ولسه قاعد متحكي علي؟ لك والله لا يعني. باي باي. شرف 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 سارة طولي بالك. يا نوري. لك والله ما حكيت. اختي اكت فوق. لك والله ما حكيت. اختي 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 تفضلي. سلامة سارة والله ما حكيت. يا سلامة يا سلامة. سارة ما حكيت. خلاص وست فوزك ولا اكسس اسمي ممكن تبعدنا شوي؟ وانت مين واقف في طريقك؟ اضوي من هون يلا. سري. بتعرف لو اني زلمه كنت فشخت وشفته. اوي لو اعرف. بلا. هي هي الصبايا هون. هاي. كرسون. يعني ميال بضل شر بالحلال وادمي خلاص رعيه بهالدقن. دقنك مكان لبوجهك، ما تخلط الامور ببعضها. ممكن احكي كلمتين؟ ولك عين تحكي كلمتين؟ لك اياد ماني رايقت لك ها؟ بتحب فرجيك فجرة اندور؟ ما كفاك اللي شفته بالاوت دور ما هيك؟ يا حبيبتي ما تقول حبيبتي لماني حبيبة حدا لحد الان، يلا روح انقلع من خنقتي. لك حاشك انك مزودتيها، لك نسيتي بوستي ايدي لشغلتك، بس انت ممثله حوبه. انا ما تقلي حوبه. والله انت الحوب من راسك لصوصك يا نوري. روح من هون. ولك عم تضربي كمان يخرب بيتك، تعالوا شوفوا يا ناس، هي اللي شغلتها وباسل ايدي لشغلها، بس انا حمار انا حمار ولا اي واحد صار لازم اتدخل. ليش تحكي؟ انا اكسس اسمي مو عيب تحكي مع بنات حلوين اتقيت مثل هدول بهالطريقه؟ انت شو دخلك؟ يلا كل شيء من هون. اكسس اسمي مره ثانيه، بالظاهر حضرتك ما انتبهت علي. عم اقول لك يعني ما قلت ثلاثة، إذا ما مشيت من هون سديني رح كسر راسك. قلت لك كشي من هون وناقص تعهد. ما هذا ما رح الله ليك.
لابس لك يا؟ لا يستر عليك، مدي لي هالليلة على خير. صب لك كاسوسكي؟ شكرا ما بشرب. طيب اطلب لك أرجيلة؟ ايه أرجيلة بشرب. لك ان شاء الله بتقضيني واحلى أرجيلة بالمطعم. تعي يا جرسون. شوي شوي وعم حس بحني ولا مرة حسيت بعمق اللي عشته أنا اللي إنك حاسس فيه وشايف شو بيحكوا عني لما تمر حدي وترجف قدامك أنا أنا مش حبك أنا ما بشوفك عليك رحلتيني لهون كان بحبك بعشقك دخيل العيون ما احلم تنتين كنت بهدلنا عيني ربكي تقبروا قلبي لولاكم كانت انمسحت فينا الأراضي يا تيبوسة وأنا كمان وأنا كنت معه يعني بستاهل حدا يبوسني لك أنت مو بس بيطلع لك بوسة لك أنت بيطلع لك ألف بوسة جد حبيبتي تعي تعي كمان 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 صحي كنت روحوا معنا على الرحلة بكرة مو؟ رحلة شو؟ عنا بالكلية عاملين رحلة بدي أسجلكن أسماءكن تروحوا معنا يا الله يا ريت فينا نروح معكم بس مستحيل نقدر يلا انبسطوا عنا وعنكم ليه؟ لا زمورة بدك تروحي معنا نتسلى ما فينا نروح وين نقعد؟ تعي هون يلا وينها هي؟ ليك ليك جاي وراي جبتي البزرار برافو عليك يا لطاتكم انتوا اجت الرقاصة لحالها صوتها اقعدوا راكان ها تعالي بتنس يعني الا ما جبتيها للشمسية معي شو زعجتك الشمسية بالله ليكون مركبتها على كتافك ومالي عرفانة لك انا مشانك وليك لك انت خليكي بحالك بالسيلفي تبعك وبالمكياج يا ريت كمان جيرلز واتس رونج شو بكم بعد ما مشينا ما شايفتيها كيف هايجة مثل التور أنا هاجة مثل التوم؟ إيه هاجة أنت يا ريت ما تحطي لي مناخيرك تتحشيهم بأي شغلة وين بتحبيهم حطهم لمناخيرك؟ والله ما بعرف ليك هلق رح اسكت وأقعد إيه؟ بس والله العظيم إذا بتفتحي تمك بحرف بالمدينة شاخقتك بالنار ولا خوفتيني ليكي رح دوخة شوفكم اشتوا على بعض عادي خيتو يلا بدنا نكفي الرحلة عادي خيتو عادي يلا يلا يا بابا بدنا نبلش يقوم شقه بالنص معلش حيطة طولي بالك بس نوصل على المدينة الجامعية بدي امسح فيها الأراضي وأنا بدي أساعدك انت بتحبي التبولة؟ كثير بحبها بكوزة محشي
قفشه قفشه لا تخافوا هذا حاجز سيارة للامان يعني ما في شيء مهم. شو امان بركي مجموعه مسلحه؟ خلصي لك بومي. الكل ينزل الباص بسرعه. ليش شو في سياده الملازم؟ اه شو في؟ بلا عالكم صرت ينزلوا من الباص. يا جماعه مسلحه عندي كمين. يلا اشوف كله ينزل. على السريع. أمن النقطة جيم روح. تحت نزل راسي. قاعدين مع بعضنا متسلمين يعني ما راح نموت. والله هي ما فيني اضمنها، هي بيد رب العالمين. Can we go there to our friends؟ ها يعني فينا نروح لعند رفقاتنا؟ Shut up! كله shut up! والا بتروحوا كلكم شافوا نتف، عم تفهموا؟ اثناء المعركه ما حدا بيتحرك الا اذا كان مغطى ناريا. وانا هلا عم بسكر، رح اروح اوس مع رفقاتي شوي، اذا استشهدت بالضروره ما راح ارجع. لا دخيلك يا سيدي، لا تموتوا. يا خراتي كثير ومجهزين حالهم منيح. يعني رح نموت هلا؟ ولك انت ما في علسانه غير سيره الموت. طيب شو بده يصير هلا؟ يعني شو بده يصير؟ طلبنا مؤازره. اذا اجت اموركم بخير. مريك اذا ما اجت شو بده يصير كمان؟ رح نضطر نسحب انسحاب تكتيكي. اوكي ونحن رح ننسحب معكم؟ لكن معقول تتركوا لحالكم؟ طب اعملوا هلا للانسحاب التكتيكي. لك ما فينا. اول شيء لازم نستنفذ قوى العدو، ثاني شيء خرسي. Okay, please, can we go to our friends? آه. خلينا نروح لعند رفقاتنا. تكرم عينك. مع إنه الحركة كتير خطيرة، بس تكرموا، لأني حبيتكم رح غطيكم وأمنكم. صادق. صدقناك. أنا صادق. ولا صدقناك. ولك كلي خرا. اسمي صادق. صادق. سوري. ما تعرفنا على أسمائكم. أنا سارة. I'm Sarah. نانا ندى. أنا صدق. فيك نادي لي هيام. طيب انا عن اذنكم دقيقتين رح روح اشتبك شوي وارجع. انتوا جهزوا حالكم مشان امنكم تروحوا لعند رفقاتكم. يلا تخيلك لا تنساني يا سياده اللواء. يا ربي ما في تغطيه. يلا الله ارجع يدقي. وبابا عبالك ما في تغطيه. ما في تغطيه. ايها القوم لدي الآلة، لدينا مدنيين محصورين، ولك يا علطاط عم نقول لك في عنا مدنيين بدهم يشخوا. والله يا أمي ما يقولوا إنه إذا ما أجت المؤازرة رح يعملوا انسحاب تكتيكي. إيه رح انسحب؟ ليش كمان انسحب؟ بنسحب معي. بركي وانا منسحب قنصونه.
ايه مزبوط. لا والله احسن احسن. طيب يا امي دعي لي دعي لي دعي لي دعي لي دعي لي. انا ابوك كلب. بتعرفوا تسخروا مخازن؟ لا ما عرفنا. هذا ما بيحسب حساب الايام. طب ليكو جهزوا حالكم لنقلكم لعند رفقاتكم. اوكي انا راح اغطيكم. تسحبوا على اشارتي. بس سحب. كيف يعني سحب؟ انت طوبسي. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. يلا بسرعة بسرعة. استني طوبسي طوبسي. الله لا يوفق كله منك انت. ان شاء الله في مسكوك المسلحين تنبعي بالرقه يا بنت الحرام. ان شاء الله انت ان شاء الله بتتركي اللي بيحطوا لنا المسلح. شرب ولك عم تحكي كمان. انت اللي بتخرسي وبتسدي بوزك وما عاد حدا يعلي صوته علي. انا ما لي علاقه مثلي مثلكم هون. وهي اصلا ما فرقت معي كلها موتة. انا اللي بدي موتك. يا صبايا هو مشاكلكم هلا. يا صبايا يا صبايا اسمعوا اسمعوا. انا برايي نعمل مثل ما قالت امها لساره. نعمل انسحاب تكنيكي يعني لسه المعركه باولها ما بنعرف شو بده يصير. اتسو اتسو نانا السيل يمكن باي لحظه يجي راسي وسدي بوزك. لا عم تحكي. طيب يا صبايا شو رايكم كلياتنا نمسك بايدين بعض ونركض بهذا الاتجاه؟ يلا 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 يلا. شكلنا ما رح نلحق نمع بالرقة. الدواعش لا تحاولون الهرب أنتم محاصرون. لا تخافوا فإننا لا نقتل النساء. أنا أحسنت القول أيها البنغالي. فوالله أكرمنا الله بسبايا يريحون من عناء القتال. تكبير الله أكبر. محدش يقرب على الولاية. محدش يعمل معاهم أي حاجة. احنا ناخدهم للأمير والأمير بقى هو اللي قاسم بيننا بالعاد. استغفر الله. ماذا وراءكم؟ ومن هؤلاء؟ غنيمة أكرمنا الله بها بعد غارة صغيرة على الثغور. بل معركة حمية الوطيس اغتنمنا منها هؤلاء السبايا أيها الأمير. والحمد لله يا فندم. الحمد لله والشكر لله. الخسائر من عندنا صفر. يا جاموسة متى ستتعلم نطق اللغة العربية الفصحى كإخوتك المجاهدين؟ والله العظيم والله العظيم يا فندم أنا بحاول بس زي ما أنت عارف أنا علامي أمريكاني. بارك الله بكم. وكم كان عددكم عندما اغتنمتم هؤلاء السبايا؟ كنا ثمانية أيها الأمير. ولو كنا أكثر حضرتك كنا جبنا قدهم على الأقل. you
ما اسمك يا أمة الله؟ ما اسمك يا أمة الله؟ ما اسمك؟ اسمك يا ولية؟ سمر سمر اسمها سمر. ايه ده يا فندم؟ ايه ده؟ عظمة على عظمة يا ست. اخرس! بما اننا ثمانية وهن سبعة فساستدعي الافغاني صاحب الحسبة ليقسمهم بيننا قسمة عادلة، فانا لا احب الخلاف على مثل هذه الامور التافهة. نهائيا خذوهم الى السجن واتوا لي بهذه السبية الى مخدمي. دخيلك يا اخي، نحن لم نفعل شيئاً. سيدة ليك، يعني نحن شو بتحب بنعمل لك؟ ها فينا ننظف لك المكان، اي شيء بتحب بنعمله فورا. طبعهم في السجن ريثما أجربهن جميعاً. وأنا يا فندم؟ أنا خدي تلك موسى الولية المفترية السمينة. أيوة دي. لا أبوس إيدك، أبوس كل حاجة تبس فيك إلا دي، تجمع عمتي وأنا بخاف منها. مش عايز دي؟ لا، يبقى تاخد دي. دي أهون من دي. البنت سمر زي ما عمرت حضرتك. عاوز حاجة تانية يا فندم؟ ين تفو. إذا عاوزت أي حاجة تانية أنا واقف برا. تفو. تعالي تعالي. تخيلك يا مولانا، يا ريت فيني بس معذورة. كل اللواتي أتين قبلك إلى مخدعي هنا قالوا أنهن معذورات. لو خاطفين قبل بيومين بس كان أكيد، بس إني مستحيل. الآن سأكشف عليك فتظهر لي حقيقة الأمر. لا لا أبوس إيدك، لدينا فتاة جميلة تريد أن تصبح ممثلة. أستغفر الله عليك بها. Thank you.
مين هيدا؟ أخذوها بنت رجعوها رجال. إلا كانوا صحيح. عشان هيك وعزو على من تظنون أنفسكم أنكم تكذبون على أذكى رجل في شانغهاي وكوانزو وتدعون أنكم نساء وأنتم في الحقيقة ذكور زبر. أنا رأيي حضرتك نكشف عليهم دلوقتي ونعرف من الست ومن الراجل. يمكن يكون في ست ويمكن يكون في ستتين ويمكن ويمكن ويمكن. إنه رأي سديد أيها الأمير. والرجل فيهم يقطع رأسه. بيناكم كتير وندمان انه عملنا هيك. احنا مسامحينكم بس صحيح شو اسمائكم؟ احنا مو مسامحين حالنا، احنا حقيرين، احنا لازم نكون مع هدول اللي برا. لا بدافعوا عنا وعنكم بس احنا حقيرين احنا.
تشاو. هاي هي الشوز ان هاوس يو في بوت نزل في بوت علي خليك بتغني إلي خلي بس قلبك معي لا تنسى انه هالدني حكي فاضي حكي فاضي لا شرح حيشرق معك ولا غرب حيغرب معك مهمول ما رح بسألك لا تمنعني ما بمنعك عصفورك عم يغني إلي عصفوري عم يغني إلك والسمك من بحري أنا وانت عندك هالشبك لك شبك في بوت نزل وفي بوت علي خليك بتغني إلي وخلي بس قلبك معي ولا تنسى إنه هديني حاكي فاضي حاكي فاضي حاكي فاضي هديني حاكي فاضي لا تنسى إنه هديني حاكي فاضي